زينب، هلا رح نحكي عن موضوع يمكن بيحمل من الطرف وجدية شيء كتير كبير. عم نحكي عن الكذب عند الأطفال، فكتير من الأوقات بيفاجئنا الطفل بقصة محبوكة الأحداث بطريقة كتير كبيرة وبتفاصيل دقيقة. بعد فترة منكتشف إنه نوع من الخيال وما إلى أي علاقة بالواقع. بعض الأقوال بتقول إنه الكذب هو من علامات الذكاء عند الطفل، لكن بالواقع نحن دائما منسعى لحتى نغرس القيم الحقيقية للطفل. لنعرف أكثر كيف منقدر نتعامل مع الطفل الذي يكذب، بيصيرنا أكيد نرحب برولا بريمو، أخصائية اجتماعية وتربوية. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي عن موضوع مثل ما قالت فراح، كمان في أولاد صاروا يعني ماهرين بالكذب. تنطلق مثل ما قالت، احيانا بيكون في طرافه بالموضوع واهلهم كاشفينهم، احيانا انه الكذبه اللي بيحكوها ببراءه ممكن تستمر معهم هي الصفه اذا ما تنبهوا لهم الاهل لبعدين للكبر. خلينا اول شيء نحكي امتى ببلش الطفل بالكذب، باي عمر؟ في عمر محدد او في تصرف محدد، او ممكن ياخذوا من اقرانه بالروضة بالمحيط؟ هلأ بداية هو الكذب سلوك سلبي، بس نحن بالعمر المبكر بالطفولة المبكرة يعني بداية 3 سنين لـ4 سنين هذا ما اسمه كذب، وبتمنى انه ما ينطلق عليه اسم الكذب، بنسميه خيال. يعني الطفل بهذا العمر ببلش بيعمل اسقاطات. مثلا الصبي اذا شاف الباتمان او السوبرمان بيجي بيحكي لك قصه انه هو طلع لمكان عالي ونزل، بيحكي لك قصه كامله من خلال قصه باتمان، فبيعمل اسقاطات على نفسه لحتى هو يدعي البطوله. وكمان في كثير احيان بيحكي لك قصه، مثلا سمع بيعمل اسقاطات كمان قصه كامله، وكل ما كانت محبكة القصة أكثر كل ما دلالة على مهارات الطفل. يعني هلأ مثل ما قلتي حضرتك، الدراسات الأمريكية الحديثة فعلا بتربط إنه الإنسان اللي بيكون ناجح مستقبلا أكثر هو الإنسان اللي بعمر الطفولة المبكرة بين 3 سنين و4 4.5 هو قادر إنه يحبك لك قصة كاملة من نسج خياله من الإسقاطات. وكمان أحيانا بتدلنا على إنه هذا الطفل ممكن مستقبلك يكون روائي، يعني كتير كمان بتدل على مهارات انه هو عنده قدرة على الكتابة مستقبلا. فهي ما سميناها كذب ولا حق ابدا نقول للطفل انه هو بيكذب. امتى بيصير الطفل الكذب سلوك سيء؟ وهو فعلا سلوك سيء وقت اللي بيكون في له اسباب محددة. هلأ نحن تجاوزنا 4.5 سنين، بلش الطفل، هو الطفل اساسا بيتأثر كتير بأسرته، بس بعد الـ4 سنين 5 سنين وقت بيكون هو عايش سلوكات سلبية حواليه. يعني إما مثلا الطفل بيتعنف كتير فهو بيصير بيكذب لحتى يخلص من العقاب، فهذا بيكون هو لحماية نفسه عم بيساوي. هلأ أحيانا بيكون الطفل مثلا بيتخيل، لا عفوا، بيعمل إسقاطات كمان على تصرفات أهله. يعني بداية الكذب بالحقيقة إما من البيت أو من المدرسة حصرا، لأنه مثلا الأم بتصرف كتير بسيط إنه صارت قصة جنب الطفل عاشة مع أمه، بعدين راح لعند سبته لعند خالته لعند عمته، قامت انسردت القصة بطريقة جديدة، فالتفت نظر الطفل إنه لا مو هيك صارت الأحداث. هلأ عندي ردتين فعل للطفل، إما الطفل اللي واثق من نفسه وشخصيته أقوى ما عنده روح من أمه، يعني ما بيتعرض لعياط وخناق من أمه، هو رح يوقف وإلا لا ماما مو صارت هيك القصة، وكتير صايرة هي وبتقول له أمه سكوت أنت ما بتعرف. فهون صارت السلبية مضاعفة، إنه ضعفت له ثقته بنفسه، نهرت فيه جنب الناس وهو حاسس إنه هو معه حق، فهي بتأدي لنتائج كارثية لبعدين. إذا هو ضعيف ومتعود إنه أمه تعيط عليه فهو بيسمع القصة وبيعرف إنه انحكت بطريقة تانية وبتعمل ردة فعل سلبية كتير عنده، ماما بتكذب. عرفتي كيف؟ فهي القصة كتير بتكون سيئة بالنسبة له، ببلش بقى هو كمان لحتى يطلع من المآزق ببلش هو بكذب. نفس الشيء بالمدرسة، المعلمة والأستاذ بالمدرسة ما بيقدر تغيير التصرف والحكي قديش هو سيء. يعني بيكون الأستاذ عم يتصرف بطريقة بالصف، هي نحن صرنا بالـ7 8 9 أكبر يعني بالعمر،
ممكن انه يفوت الموجه، ممكن يفوت المدير يغير الوقائع الاستاذ، وهي كثير بتصير. كمان الطفل بيفقد ثقته بالاستاذ ويبلش بتكبر بقى عنده فكرة الكذب. كيف بتكبر؟ عم بيحس انه الكذب هو من نجاة من مأزق، يعني انه انا اي مأزق بوقع فيه ممكن اني اطلع منه عن طريق الكذب. ممكن الطفل بالبيت اذا في تفرقة بين الاخوات لحتى هو يشوه سمعة اخوه او اخته جنب اهله، كمان ممكن انه يكذب. هلا وقت بنكون نحن لسه بالطفولة المبكرة بيكون لسه الموضوع اسهل، بس كل ما نحن كبرنا كل ما بيصير اصعب، كل ما بعدين بيتأصل سلوك الكذب عند الطفل، كل ما هو بيحليه بصورة نفسه، وكل ما بيخف احساسه بالذنب وقت بيكذب، وهون بيصير كثير سلوك مخيف. نعم استاذه رولا، اليوم طولت عليكي. لا وهذا نحن بحاجه لهي التفاصيل فعلا، لانه الخطا اي خطا مهما كان بسيط بالتعامل مع الطفل هو ممكن يؤدي لكوارث حقيقيه نحن منا منتبهين لها. اليوم اساليب التعامل مع الكذب سواء بالطفوله المبكره، لان نحن نفينا انه يكون كذب هو نوع من الخيال والذكاء عند الطفل، وايضا اساليب التعامل مع الطفل اللي قطع مرحله الخمس سنين والست سنين، كيف بنقدر نتعامل مع الطفل بطريقه صح بعيده كل البعد عن العنف؟ هلا بدنا اول شيء ندرس سبب يعني الكذب. الولد عم يكذب لحتى ينفت حاله من العقاب، الولد عم يكذب لانه عم يتعرض لتفرقه بين الاخوات، الولد عم يكذب لانه شاف قدامه الكذب وصار هو سلوك مكتسب من البيئه. هلا بكل الاحوال رده فعلنا ابدا ما بدها تكون عنيفه، وكلمة أنت كذاب بدنا نلغيها من حياتنا. نحن ما بدنا نطلق تعابير سلبية على الطفل لحتى ما تتمسك تعلق بدماغه وتصير جزء من شخصيته، خلص بيصدق حاله أنه هو إنسان كذاب. فنحن حسب السبب بدنا نعالج. هلأ هون بالحقيقة صعبة، ليش؟ لأنه أساساً الأهل مالهم معترفين أنه الخطأ بدأ من عندهم، عرفتي كيف؟ وقت الأم بتعرف أنه أنا تصرفي وكذبي الخطأ جنب الطفل هو خلاه هيك يصير، فهي حتى إذا ما بدأ تعترف اجتماعياً تعترف لنفسها، عفواً تعترف لنفسها وتتجاوز تبطل هالتصرفات هيك. المواجهة المباشرة دائماً ما بتعطي نتائج حقيقية. خلينا نكون نحن هادين، أهم عبارة أنه بعلاج هذا الموضوع أنا لا بدي عيط ولا بدي صرخ ولا بدي أقول له أنت كذبت، بدي أبحث عن السبب، بدي أقعد بهدوء أنا وابني، وبيجوز مو بلحظته. هلأ أحياناً بيكون الطفل بشخصية قوية لدرجة أنه هو قادر يقنعك، فالأم بيصير عندها تفكير أنه يا ترى القصة حقيقية ولا لا، فيها تعيده القصة. دائماً بيقولوا أنه وقت بتحكي قصة كذب ما فيك ترجعي تعيديها بنفس التفاصيل، ففيها تعيده، فيها تشوف من شكل وشه لحتى تعرف، وفيها تكون أساساً قريبة كتير لأبنها لحتى تعرف ليش عم يكذب. وفي عندي نقطة كتير مهمة هي التواصل بين البيت والمدرسة، يعني كمان لا يزعلوا مني الأمهات، بترفع الأم التليفون ليش عم تعملوا هيك، ليش ابني انضرب، ليش لا، بدل ما تقولي ليش انضرب قولي هل صحيح إنه في حدا ضرب ابني. بيختلف الأسلوب تبع التحقيق بالقصة، وبالتالي بيصير التنسيق بين المدرسة والبيت أكثر، لأنه في احتمال إنه هو الولد أساساً هو ما أنه متعرض للضرب، بس هو عم بيحس إنه كل ما إلا لأمه إنه حدا عيط علي بالمدرسة أو حدا خانقني، عم بيصير في بعيونه تعاطف معه وغضب على المدرسة، وهو بيكون أرضى غروره كتير بهي اللحظة. هو عمل شرخ بينه وبين المدرسة، وهذا اللي بين أمه والمدرسة، وهذا اللي بده إياه. فمعناتها هي بدها تتهدى شوي إنه تعا ماما احكي لي القصة بهدوء لأفهم عليك. هلأ إذا هون ارتبك وإذا هي كانت ردة فعلها هادية فهو رح يعرف إنها رح تكشفه، يا أما بده يقول لها يلا خلص مشي الحال، يعني بده يلاقي طريقة لينهي الموقف ليتملص. بينما إذا هي كتير اهتمت وأظهرت عدائية عن المدرسة فهي بتكون وصلته لهدفه، رح يتمادى أكثر بالكذب لأنه عمل شرخ بين المدرسة والبيت. وبس هون ملاحظة أنه نفس الشيء إذا في خلافات بين الأم والأب، الطفل بهالمرحلة كتير بيكذب، بيصير بيروح بيكذب للأم وبيكذب للأب ليكسبهم، وللأسف هن بيكونوا عم بيتفاعلوا معه فبيزيدوا هالصفة فيه، وعلى الكبر بتصير
تكون كثير تأصلت صفة الكذب فيه. صحيح، لا بكذب لمصلحته، وين بيلاقي مصلحته بكذب عشان يستفيد. صحيح. خبرينا طيب، اليوم ممكن الطفل بطبيعته نفسيته مرنة ومطاطة، بيمتص كل شيء بيسمعه من المجتمع أو المحيط يلي موجود فيه، وخاصة إذا تشجع على شيء من منع عنه. اليوم أساليب المنع عن الكذب، كيف هي الأم تمنع طفلها عن الكذب إذا وصل لمرحلة خطرة، مثل أنه مثلا ينقل الحكي عن البيت غلط، ينقل الحكي عن أخواته غلط، تبلش بقى توعي أو تتعامل معه بطريقة، وخاصة إذا كان يعني طفل بعمر صغير يعني بالصف الأول أو الثالث أو هيك. تمام، أنه هي أول شيء تنسق مع المدرسة، تعرف أنه شو النقطة اللي هو عم يحكي فيها، يعني هل إذا هو عم يحكي أنه هو عم يتعنف، أو هل إذا هو بالعكس عم يحكي أنه هو عم يضرب رفقاته. أحياناً إلا ثقة الطفل بنفسه بجسده، مثلاً إذا هو أطعته نعمة في ولد بالصف كبير، فهو بيجي بيحكي لأمه قصة أنه هو ضربه لرفيقه، يعني أنه هو عم بيقوى عليه. فهون أنا ما أقول له أنه أنت عم تكذب، بس أنا دعم له ثقته بنفسه، خليه يلعب رياضة، خليه يقوى، يحب جسمه. دائما الطفل كتير مهم يكون متصالح مع جسمه وحاببه، بغض النظر هذا الجسم كان حلو أو لا. فهو إذا أعجب بولد جسمه حلو، فممكن هو يتخيل حاله أنه عم يضربه. الكذب بما يتعلق بما قلنا بأنه هو يطلع من نفسه من مشكلة، مثلا هو جايب علامة ممنيحة، ممكن أنه يكذب بالقصة كلها. في أولاد بيزوروا الورقة كمان، في كتير أولاد يعملوا في يعني في مهارات. هلا شوفي، الكذب سلوك مكتسب، يعني خلينا نضل مأكدين على هاي القصة. إذا نحن صادقين بالبيت وصادقين بالمدرسة، فما رح نصل لطفل كاذب إلا إذا في أسباب، ونحن هاي الأسباب وقت نحلها منقدر نحل المشكلة. هلا إذا تفاقمت كتير يفضل اللجوء لأخصائي نفسي، يعني دائما هاي، لأنه الأم بجوز ما تقدر تكتشف من وين كانت البداية، فهو لازم يكون في أخصائي نفسي، أو مثلا التنسيق مع المدرسة مع الأخصائية اللي بالمدرسة لنصل للأسباب ونحل المشكلة. أستاذة رولا، الشيء يلي دقيق شوي بدنا نسأل عنه، أنه طفل بهذا العمر المبكر لما بينسج قصة ممكن تكون هي بعيدة كل البعد عن الواقع، نحن هون بنتأكد أنه الطفل ممكن يكون خياله واسع ومداركه ممكن تكون واسعة وبنقدر نستوعب هذا الشيء، لكن لما بيبتكر بعض الأحداث اللي ممكن توقعنا نحن بمشاكل مثل ما تفضلتي وحكيتي، هذا ممكن يتصنف كمان بنوع من الذكاء، أو ممكن يكون مؤشر ودلالات على الكذب، وكيف بنقدر نتعامل معه لحتى من الصغر نعود طفلنا من هالعمر الصغير أنه أنت تكون صادق لحتى تكبر وتصير كبير. هلا التعويض بيبدا من نفسنا نحن، اكيد عرفتي كيف؟ يعني هلا الطفل يلي رح ينسج بهي الطريقه ويتمادى، معناته في خطا واضح بالاهل، في استمراريه بالكذب من الاهل، طبعا مو مع الطفل، حتى مع الطفل، يعني وقت بتوعدي الطفل انه اعمل هي الشغله لساوي لك هي الشغله وما بتعمليه، هي كذبتي عليه طبعا. وفعلا هو خلص يعني بتصير بتلتصق الصفه بوالديه انه انا ماما وبابا بيكذبوا. هلا في شغله انا حكيتها مره بالقناه تبعي، انه الطفل وقت بيخلق اخ جديد بيروحوا الاهل بيجيبوا هديه وبيجوا لعنده بيقولوا له هي جاب لك يا اخوك، هي قمة الكذب بالنسبة للطفل، لأنه إذا هو يلي بيكون عمره سنتين ثلاثة أربعة وحتى خمسة ما هو قدران ينزل لحاله طبعا يشتري، كيف بدك تقنعيه إنه هذا الطفل يلي ما له اتصال أي اتصال بالعالم الخارجي هو وراح اشترى الهدية؟ عرفتي كيف؟ فنحن قلة ثقتنا بعقل الطفل بخلينا نكذب، وهي اللي بتهي فعلا جذورنا الأساسية للكذب بمجتمعنا، إنه نحن عم نستخف بعقل الطفل، هو بعدين عم يتعود يستخف بعقلنا ويستخدم الكذب ضدنا. نعم، يعني كتير من التفاصيل المهمة ذكرناها اليوم، كمان إن شاء الله الأهل ينتبهوا لها، حتى بالحكي وبالكلام مع أطفالنا نكون كتير دقيقين وأذكياء، وحتى نعرف بعضنا مع بعضنا نفهم إنه الطفل ذكي جدا وبيلقط اي شيء بيكون قدامه. شكرا لوجودك معنا ونهارك حلو. كل الشكر لك استاذه رولا، ودائما بتركزي على احترام عقل الطفل وما نستخف فيه ابدا، نحترم ذكائه لابعد حد. شكرا لك استاذه. العفو، لو سهله.